تقدم للمشاركين في هذا المهرجان. مقدمة الشوط والمركز الأول، المركز الأول في هذه اللحظات حشيم، تعود ملكيته لسيد سالم بن راشد بن حميد الخاطري، يقود المشاركين مع المركز الأول والسيارة التي رصدت لصاحب المركز الأول في هذا التحدي وهذه المنافسة. مشاهدين الكرام، على الأخوة المتنافسين في المراكز الأولى، يا سلام، المقدمة والصدارة. هناك من غير على المقدمة وعلى المركز الأول، يصل في هذه اللحظات مشاغب لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الأول. المركز الثاني، هناك وحيشان لسلطان بن محمد بن فيز بن بيشان العجمي، يشارك بانطلاقته واندفاع وحيشان على المركز الثاني. المركز الثالث الحذر لمسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري، يصل مع المركز الثالث. والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، ويصل صاحب المركز الخامس. هناك أرى في هذه اللحظات ربان للسيد سعيد بن سالم بن حمد بن أحمد بن دري الفلاحي مع انطلاقة ربان اللي على المركز الخامس. والمركز السادس الوضيحي لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي مع المركز الخامس. والمركز السابع يصل في هذه اللحظات شاهين السيد حمد بن سالم بن محمد الاكتبي. والمركز الثامن، هناك من يصلنا في هذه اللحظات، صعب مع المركز الثامن، صعب للسيد سالم بن زايد بن حسن الاعتيبي يصل مع هذه الانطلاقة. والمركز التاسع، هناك من يصلنا في هذه اللحظات، الباز المبارك بن راشد بن مبارك أبو سعيد الخيارين، وعاشرا والأخيرة في هذه الانطلاقة ذيبان لسعيد بن محمد العامري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للعشر المراكز الأولى. نعود وياكم إلى المقدمة، إلى المركز الأول. مشاهدينا الكرام، المركز الأول شاهين لخالد بن فهد بن صقر بن عسيلان، يصل مشاهدينا متابعينا الكرام عاني من دولة الكويت للمشاركة في هذه الانطلاقة وهذه الاندفاع لهذا الشعار مع انطلاقة شاهين لخالد بن فهد بن صقر بن عسيلان المهشوري. الله يا أبو فهد، مشارك بهذه الانطلاقة وهذه الاندفاع على انطلاقتي واندفاع شاهين على المركز الأول. لكن أرى في هذه اللحظات وحيشان لسلطان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، ويصل الوضيحي مع المركز الثاني في هذه الانطلاقة لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، يصل بانطلاقة الوضيحي اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات وهذه المشاركة. لكن يصل مع المركز الرابع، الله يا الرياضي، لراجح بن محمد بن طالب بن عقيل، يصل مع المركز الرابع في هذه التحديات وهذه المنافسة. لكن أعود مع الوضيحي اللي يحتل المركز الأول في هذه اللحظات لحمد بن راشد بن حمد بن غدير، يصل مشاهدينا الكرام لهذا الموقع المتميز على المقدمة على الصدارة 1400 متر عن خط النهاية. ولا زال الوضيحي قائدا لزمام الأمور، المنطلق بكل قوة وبكل جدارة لحمد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام يا سلام، في هذه اللحظات الأربع المراكز الأولى في هذا الموقع المتميز في هذه المنافسة. لكن الباز مع المركز الثالث، ويصل إلى المركز الثاني الباز لمبارك بن راشد بن مبارك آل أبو سعيد الخيارين. ولكن الله الله الله، شاهين سالم بن محمد بن يزرب العامري يصل مع المركز الثاني في هذه الانطلاقة. ولكن الرياضي للسيد راجح بن محمد بن طالب بن عقيل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. لكن الوضيحي مع المقدمة مع المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام،
الوضيح لحمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذه الانطلاقة ينطلق مع الوضيح. يا سلام، ها هو الوضيح ينطلق مرة أخرى ليعلن الفوز والناموس بهذا التحدي من البداية، وهو المنافس الأقوى المرشح الأقوى في هذه التحديات. الله يا الوضيحي، انطلق الوضيحي مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي في انطلاقة الوضيحي الى خط النهاية معلنا الفوز والناموس في هذا التحدي. سلام سلام وتحية الى مرغم 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 في هذه اللحظات تحقق هذا الانجاز الرائع والمتميز بفوز الوضيحي لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وكان من نصيب شاهين لسالم بن محمد بن زرب العامري. المركز الثالث يصل مشاهدينا الكرام شاهين لسيد جمعة بن سعيد بن علي الزرعي. مركز الرابع اللي هو الرياضي اللي راجح بن محمد بن طالب عقيل. المركز الخامس يصل مشاهدينا الكرام مرمي لحمد بن محمد بن طالب الصعاق المري. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا والف مبروك لحمد بن راشد بن حمد بن غدير على فوز الوضيحي، ويضيف السيارة الثالثة في رصيدة 7 دقائق 42 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني وكان من نصيب شاهين للسيد سالم بن محمد بن يزرب العامري لحظة وصوله إلى خط النهاية وحصوله على المركز الثاني في هذه التحديات 7 دقائق 47 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث مشاهدينا الكرام شاهين حصل على المركز الثالث لجمعة بن سعيد بن علي الزرعي 7 دقائق 49 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام مستمعينا على الأفاق